دول الوطنيين الشرفاء، لأن احنا محتاجين كلنا نكون فعلا إيد واحدة وعلى قلب واحد. حفظ الله مصر بشعبها العظيم يا رب العالمين. نروح لوزارة الإنتاج الحربي. الحقيقة ودائما وزارة الإنتاج الحربي موقفها مشرف مع الوطن في كل المواقف. الحقيقة حفظك الله معالي السيد الوزير العصار، سيادتك مشكورا، وجميع رجالك كل القائمين في وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الإنتاج الحربي الحقيقة، وكل مصانعها وشركاتها، فعلا لكم كل التقدير والاحترام. يد تصنع الذخائر والأسلحة والمعدات، ويد تصنع الأجهزة والمطهرات لمواجهة كورونا. مع لمواجهة الأزمة، شعار الإنتاج الحربي في الفترة الحالية، شركات الإنتاج الحربي تنتج المطهرات والمنظفات والكمامات وخزانات التطهير ومكنات الرش والبوابات المقاومة للبكتيريا، وده الحقيقة موجود في كل الجهات وكل الوزارات الحقيقة بالكامل، وده موجود فعليا على أرض الواقع فعلا. حفظكم الله جميعا، شكرا جزيلا. مين معنا؟ دي حاجة. الحاجة التانية كمان، الحقيقة أنا سألت ربنا سبحانه وتعالى وكل مشاهدينا الكرام والسيد أيضا السيد الشريف النائب محمد إسماعيل وكل أسرة قناة الحدث، تمنت الشفاء إلى أخي العزيز الغالي المحترم النائب الشريف أيضا عمر وطني، ربنا شفاه وعفاه. اللهم يا رب احفظه واحفظ بلادنا جميعا، والحمد لله ربنا عفاه من وباء كورونا. الحمد لله على السلامة معالي السيد النائب المحترم. سيد النائب محترم، الله يخليك. شكرا يا فندم. الحمد لله على سلامتك، ونورت ديارك ونورت بلادك، وعودا دائما حميدا طيبا، وان شاء الله اجر وعافيه عندك باذن الله تعالى، يرفع من درجاتك وحسناتك عند ربنا ان شاء الله. طمني سعادتك، كان الاجواء جوه ايه؟ الحمد لله والشكر لله. وانا طبعا يعني بشكر كل الناس طبعا اللي هم دعواتهم وصلت ليا. كان موضوع صعب جدا وأصابني، والحمد لله رب العالمين أنا في مرحلة التعافي دلوقتي. الحمد لله. وإن شاء الله في القريب العاجل، بس أنا عندي فترة نقاهة الأول. نعم نعم. إن شاء الله بأمر الله يا رب يعني أكون مع حضرتك، وبشكرك جدا وبشكر القناة بتاعتك بإذن الله تعالى، وبشكر كل الناس بصراحة. يعني أنت حضرتك راجل شخص محترم وراجل وطني فعلا، وطني واسم على مسمى عمر وطني، لكن كمان انت راجل محبوب في دايرتك ومع اهلك وناسك في الزاويه والشرابيه، وده اكبر دليل على حب الناس ليك وقت الازمه. كله كان بيتكاتف ويتكاتل ان عايز يجي يزورك، لكن الظروف ما كانش تسمح. والحقيقه فرحتنا الكبيره ان سيادتك مشكورا موجود معانا على الهواء، وان شاء الله كمان نستضيف سيادتك تكون موجود ضيفنا معانا باذن الله تعالى في الاستوديو. الحمد لله على السلامه، وحفظك الله انت واهلك وناسك، وحفظ الله الامه كلها باذن الله تعالى. أشكرك جدا وأشكر كل الناس، و يعني ربنا ما يوري أي حد. آمين يا رب. يحفظ مصر وشعب مصر العظيم. آمين يا رب. أشكر القيادة السياسية وأشكر كل الناس. آمين. لأن فعلا إحنا كدولة محترمة بنسعى للوباء اللي موجود ده كلنا. نعم. هو أصاب العالم كله يعني. نعم. ففعلا إحنا لازم يعني أنا بدعي كل الناس وبدعي كل الشعب، فعلا لازم النهارده نخلي بالنا من نفسنا، ونشوف وزارة الصحة نمشي على قوانينها ونمشي على حاجتها، لان فعلا احنا ما كانش عندنا وعي. نعم. الوعي دلوقتي لا يجي. الوعي انا اللي انا شفته وكان صعب جدا، انا كنت بنزل للدايره وكان عندي مشاكل في الدايره، وكان نعم. عندي وعي وكل شيء، بس ربنا سبحانه وتعالى اصابني. مكتوب. مكتوب الحمد لله رب العالمين. نعم. بنسعى نعم. الفتره اللي جايه ان احنا نوعي الناس ونقول للناس الموضوع مش سهل، لازم نبدا بنفسك، لانك انت مش لوحدك، انت لازم تحمي نفسك. نعم. وتحمي اسرتك وتحمي. نعم. بلدك وتحمي البلد كلها. كفايه حبك لله، كفايه حبك وايمانك بالله، وكمان كفايه حب الناس ليك في مكانك واهلك وناسك واحبابك. وكمان بالمناسبه دي الحقيقه وانت ستك موجود معايا، بوجه جزيل الشكر والعرفان الى معالي الاستاذ الدكتور سيد حزين، هذا الرجل اللي بنتعلم منه الرجوله والمبادئ والقيم. هذا الرجل فعلا اللي فعلا بجد فخر لينا كلنا بجد، اللي كان في اول حاجه اللي اختارني بحاله سيادتك مشكورا. ولكن ربنا يحفظك ويسعدك. انا من خلال البرنامج بتاع حضرتك انا بشكر الناس كلها، وبشكر كل اهلي وكل ناسي وكل الناس الطيبين اللي فعلا هم الدعوات بتاعتهم وصلت لي ربنا، وانا عارف ان الدعوات وصلت لي. نعم. ربنا استجاب ليهم، وبشكرهم جدا، بقول لهم
يا رب يحفظ مصر ويحفظ شعبها يا رب ويحفظ مصر كلها. يا رب. وأنا بشكر كل الناس، أنا مش هشكر أي اسم ولا أي شخصية ولا أي حاجة نعم. إلا الناس كلها، الناس فعلا كانت بتدعي لي، وأنا والله الدعوات وصلت لي وأنا على جهاز التنفس، حفظكم المولى ربنا أعلم والله، حفظكم الحمد لله المولى. رب العالمين. وأنا بشكرك وبشكر وتحياتي من خلال سيادتك إلى عمدتنا الكبير أو العمدة صابر الصمت، وأهلنا وناسنا كلهم من الصمتة كلهم طبعا. وربنا يحفظكم جميعا، وشكرا جزيلا معالي السيد النائب المحترم الخلوق عمر وطني ابن الأصول، حفظك الله دائما يا رب لأهلك وناسك.